أهلا بكم في نشرة أخبار العاشرة مساء من تلفزيون سلطنة عمان وفي أبرز عناوينها. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصدر 3 مراسم سلطانية سامية. مقتل جنود إسرائيليين في هجومين منفصلين لكتائب القسام، والقصف الإسرائيلي يحصد العائلات في غزة. 30 قتيلا في سلسلة هجمات متفرقة تشهدها العاصمة العراقية بغداد. أهلا بكم. أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه 3 مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها. مرسوم سلطاني رقم 34 على 2014 بإصدار تعديلات على بعض أحكام الوكالات التجارية. نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 على 99 وعلى قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26 على 77 وبعد العرض على مجلس عمان وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت. المادة الأولى: يعمل بتعديلات قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26 على 77 المشار إليه المرفقة. المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 21 من رمضان سنة 1435 هجرية الموافق 19 من يوليو سنة 2014 ميلادية. قابوس بن سعيد سلطان عمان. مرسوم سلطاني بإنشاء كلية العلوم الشرعية وإصدار نظامها. نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 على 96 وعلى المرسوم السلطاني رقم 24 على 86 بإنشاء معهد القضاء الشرعي والوعظ والإرشاد وعلى المرسوم السلطاني رقم 6 على 99 بتحديد اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية واعتماد هيكلها التنظيمي وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت. المادة الأولى: تنشأ هيئة علمية تسمى كلية العلوم الشرعية تتبع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ويعمل في شأنها بالنظام المرفق. المادة الثانية: يكون لكلية العلوم الشرعية الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويكون مقرها محافظة مسقط. المادة الثالثة: تؤول إلى كلية العلوم الشرعية اختصاصات ومخصصات وأصول وحقوق وسجلات معهد العلوم الشرعية، كما ينقل إلى كلية العلوم الشرعية موظفو معهد العلوم الشرعية. المادة الرابعة: يصدر وزير الأوقاف والشؤون الدينية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات المعمول بها حاليا بما لا يتعارض مع أحكامهما. المادة الخامسة: يلغى المرسوم السلطاني رقم 24 على 86 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق أو يتعارض مع أحكامهما. المادة السادسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 21 من رمضان سنة 1435 هجرية الموافق 19 من يوليو سنة 2014 ميلادية. قابوس بن سعيد سلطان عمان. مرسوم سلطاني رقم 36 على 2014 بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي. نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 على 96 وعلى المرسوم السلطاني رقم 47 على 92 باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة
وعلى المرسوم السلطاني رقم 38/2002 بتحديد اختصاصات وزارة الصحة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت. المادة الأولى: تحدد اختصاصات وزارة الصحة وفقا للملحق رقم 1 المرفق. المادة الثانية: يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة وفقا للملحق رقم 2 المرفق. المادة الثالثة: يلغى المرسومان السلطانيان رقم 47/92 و38/2002 المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه. المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 21 من رمضان لعام 1435 هجرية، الموافق 19 من يوليو سنة 2014 ميلادية. قابوس بن سعيد سلطان عمان. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور خوان مانويل سانتوس رئيس جمهورية كولومبيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. ضمنها جلالته أطيب التهاني والتمنيات لفخامته وللشعب الكولومبي الصديق. قتل جنديان إسرائيليان وأصيب آخرون بجروح في تفجير عبوات ناسفة على آليات إسرائيلية في منطقة كيسوفيم قامت بها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس. وجراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة استشهد اليوم أكثر من 40 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال، وأصيب العشرات إثر القصف الجوي والبري الذي طال مختلف أرجاء القطاع المحاصر. مراسلتنا من فلسطين تضعنا في المزيد من التفاصيل. العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يزداد شراسة يوما بعد يوم، فكل ساعة من ساعاته تشهد المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، حيث تواصل سقوط العشرات من الشهداء والجرحى المدنيين ممن تستهدف منازلهم في جنوب وشمال وشرق القطاع بمختلف أنواع الأسلحة الجوية والبرية وأسلحة محرمة بالعرف والقانون الدولي. طلعنا لأن لقينا الصغار وين مرميين والدنيا، والصغار والبنات في الشارع، ودم مل الدنيا وين ما كان، اولاد صغار كان حرام اطفال. القصف الاسرائيلي ركز استهدافه على تجمعات الفلسطينيين، ما ادى الى سقوط عائلات باكملها بنسائها واطفالها، فيما شارفت حصيله العدوان على غزه 350 شهيد والاف الجرحى. خلال اسبوعين اكثر من 100 طفل فلسطيني، 50 امراه، 50 مسن قتلوا، واسرائيل اطلقت على جيشها بانه افضل جيش اخلاقي في العالم. فما هو تعريفها للجيش الفاشي، للجيش النازي، للجيش العنصري؟ حقيقة هذا الجيش يرتكب مجازر بحق الشعب الفلسطيني. وفي جبهة القتال الدائر على أرض القطاع، حيث الزحف الحذر للدبابات الإسرائيلية المعتدية ونزوح العائلات الفلسطينية من منطقة القتال هربا من الموت، دارت الاشتباكات المسلحة بين مجموعة فلسطينية استشهد أحد أعضائها، تمكنت من التسلل إلى منطقة أشكال الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، وأصيب 6 من جنود الاحتلال بجروح، فيما واصلت فصائل المقاومة الفلسطينية إطلاق صواريخها باتجاه المواقع الإسرائيلية. على إسرائيل أن تفهم، وإحنا يعني هذه الرسالة موجهة لها مباشرة، أنه لن يتحقق الأمن لها إلا من خلال الأمن للمواطن الفلسطيني. جذر المشكلة هو الاحتلال، وما دام هنالك احتلال إسرائيلي فأن الشعب الفلسطيني سيقاوم هذا الاحتلال، ولن يكون هنالك استقرار في المنطقة إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وفي الضفة الغربية انتفض الميدان غضبا على الجرائم الاحتلالية في غزة، حيث شهدت المدن الفلسطينية مواجهات واعتقالات ليلية وتنظيما للمسيرات التنديد بالعدوان نهارا. عبادة جماعية ضد شعبنا وأهلنا في غزة، وهذه الحرب العدوانية التي يشنها نتنياهو لم تبدأ في غزة بل بدأت في الضفة الغربية وفي القدس، وأننا لن نترك غزة تذبح وحيدة، فنحن شعب واحد. في بنك الأهداف الإسرائيلية رصيد واحد، عائلات فلسطينية بشيبها وشبابها أطفالها ونسائها تستخدمهم إسرائيل كوقود لحربها في ظل غياب الضغط الدولي. راني عريدي، تلفزيون سلطنة عمان، فلسطين.
وفي إطار الحراك الدولي لوقف إطلاق النار في غزة، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن بلاده لا تعتزم إعادة النظر في مبادرة التهدئة التي طرحتها ورفضتها فصائل المقاومة، في حين اعتبر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن إرساء وقف إطلاق النار في غزة أمر عاجل وملح. وجدد فابيوس الذي يزور القاهرة تأكيد دعم بلاده للمبادرة المصرية للتهدئة بين إسرائيل وحركة حماس. هذا ومن المقرر أن يقوم فابيوس بزيارة إلى الأردن وإسرائيل خلال جولته في الشرق الأوسط. وفي السياق ذاته من المقرر أن يصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مطلع الأسبوع إلى المنطقة في محاولة لتكثيف الجهود الدولية لإنهاء الحرب على غزة. كما من المنتظر أن يصل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى الشرق الأوسط اليوم. وقال مساعد الأمين العام للشؤون السياسية في الأمم المتحدة جيفري فيلتمان أن زيارة بان كي مون ستساعد الفلسطينيين والإسرائيليين بالتنسيق مع الفاعلين الإقليميين والدوليين لإنهاء العنف والتوصل إلى حل. وكرر فيلتمان دعوة الأمم المتحدة للوقف الفوري لإطلاق النار والحاجة إلى هدنة إنسانية جديدة. وفي العراق قتل أكثر من 30 شخصا وأصيب 70 آخرين معظمهم من قوات الأمن في سلسلة تفجيرات في العاصمة بغداد. وفي تفاصيل الهجمات قالت الشرطة العراقية إن 8 أشخاص قتلوا في انفجار سيارة مفخخة قرب سوق في منطقة أبو دشير جنوب غرب بغداد، في حين قتل 5 أشخاص في انفجار سيارة مفخخة في منطقة البياع. كما أودت هجمات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة بحياة عدد من الأشخاص في حي الجهاد وساحة عدن ومنطقة الأعلام غرب بغداد. وإلى تطورات الأحداث في سوريا، حيث شنت القوات الحكومية هجوما مضادا لاستعادة حقل غاز الشاعر بعدما سيطر عليه ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية خلال معارك قتل فيها قرابة 270 شخصا. وعلى صعيد آخر شنت القوات السورية سلسلة غارات على مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في محافظات حلب وأدلب وحماة ودير الزور والقنيطرة. وتعرضت بلدة كفر زيتا في ريف حماة لقصف بالبراميل المتفجرة، فيما أدى انفجار سيارة مفخخة بريف دمشق أدى إلى مقتل وجرح العشرات. قتل 15 جنديا مصريا في هجوم شنه مسلحون مجهولون على نقطة تفتيش للجيش في منطقة الفرافرة بصحراء مصر الغربية. وقالت مصادر أمنية مصرية أن المهاجمين استخدموا لأول مرة صواريخ RPG ومدافع ثقيلة من طراز غرينوف في هجومهم، ويعد هذا الهجوم الثاني على نقطة التفتيش ذاتها في أقل من 3 شهور. أعلنت كاثرين أشتون المفوضة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في فيينا اليوم أنه سيتم تمديد المحادثات النووية الإيرانية 4 أشهر أخرى، وذلك حتى 24 من نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أنه ما زالت هناك فجوات كبيرة حول القضايا الجوهرية. وأكد بيان مشترك صادر عن أشتون وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في فيينا بالنمسا على ضرورة إتاحة مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق، حيث ما زالت توجد ما وصفها بالفجوات الكبيرة حول بعض القضايا الجوهرية. اتفقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إجراء تحقيق دولي ومستقل بإدارة المنظمة الدولية للطيران المدني لكشف ملابسات تحطم الطائرة الماليزية في أوكرانيا. ومن جانب آخر عثر فريق البحث الأوكراني اليوم على 5 جثث من ضحايا تحطم الطائرة ليرتفع العدد إلى 186 جثة. يواجه المحققون صعوبات هائلة في محاولتهم الوصول إلى مكان تحطم الطائرة الماليزية في شرق أوكرانيا في قطاع يسيطر عليه المتمردون الانفصاليون الذين حملتهم واشنطن مسؤولية إسقاط الطائرة بصاروخ.
وأعلنت السلطات الأمريكية أن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI والهيئة الأمريكية لسلامة النقل يستعدان لإرسال محققين إلى موقع تحطم الطائرة الماليزية. وأعلنت أيضا وزارة النقل الماليزية عن إرسال 62 خبيرا ماليزيا السبت إلى كييف على أمل أن يتوجهوا منها إلى مكان سقوط طائرة البوينغ 777 التي كانت تقل 298 شخصا، وهي المرة الثانية خلال أشهر التي تتعرض فيها طائرة تابعة لماليزيا إيرلاينز لحادث كبير بعد اختفاء طائرة البوينغ بدون أن تترك أي أثر في 8 آذار مارس الماضي في رحلة بين كوالالمبور وبكين. نشرتنا مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان وتتابعنا فيها بعد الفاصل. رمضان بين جنبات قرية عبات الجبلية بولاية الصور بجبالها الشاهقة وأشجار النخيل الباسقة. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصدر 3 مراسيم سلطانية سامية. مقتل جنود إسرائيليين في هجومين منفصلين لكتائب القسام، والقصف الإسرائيلي يحصد العائلات في غزة. 30 قتيلا وعشرات الجرحى في سلسلة هجمات متفرقة تشهدها العاصمة العراقية بغداد. تقوم وزارة الخدمة المدنية غدا بنشر إعلان مواعيد إجراء الاختبارات التحريرية أو المقابلات الشخصية للوظائف الصادرة بتاريخ 25 من يونيو الماضي، المتضمن 1523 وظيفة في محافظات السلطنة بمختلف الوزارات والوحدات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية. الإعلان سيتضمن 15981 مواطنا ومواطنة سيخضعون للتنافس على الوظائف بنظام التوظيف المركزي. أبدى عدد من الشباب العماني استعدادهم فتح مشاريع صغيرة ومتوسطة، وذلك خلال زيارة الفرع المتنقل لصندوق الرفد لولاية الرستاق، والتي تأتي ضمن الخطة الموضوعة للتعريف بخدماته لدى كافة شرائح المجتمع. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. ولاية الرستاق إحدى محطات الفرع المتنقل لصندوق الرفد ضمن مبادرة الصندوق للوصول إلى المجتمع والتعريف بالخدمات التمويلية التي يقدمها الصندوق. الخدمات اللي يقدمها الفرع المتنقل في صندوق الرفد هي إعطاء فكرة للشباب العماني والباحثين عن عمل والراغبين في تطوير مشاريعهم، والدعم المادي والبرامج التمويلية التي يقدمها صندوق الرفد. هي طبعا عدة برامج تمويلية تعتمد على نوع المشروع وعلى دراسة الجدوى اللي يعملها المواطن للتقدم والاستفادة من البرامج التمويلية اللي موجودة في صندوق الرفد. الفرع المتنقل والمجهز بكافة الأجهزة والمنظومات الإلكترونية يسعى إلى تقديم المساندة الفنية لأصحاب المشاريع القائمة ومساعدة الراغبين في تأسيس مشروعات جديدة، والتي يحرص القائمون على الفرع المتنقل للصندوق في تقديمها لزواره من خلال تعبئة الاستمارة الخاصة بطلب القرض وتوجيهها إلكترونيا إلى الصندوق الذي يتولى بدوره دراستها وتقديم التوجيه المناسب للمعنيين. فتحوا نافذة جديدة لتعريف الشباب في ولاية الرستاق على المشروع، وأيضا فتحوا أيضا نافذة لتعريف الشباب في أنواع المشاريع التي يتم تمويلها
وآلية تمويل هذه المشاريع. ممثلون عن الجهات الأخرى الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يشاركون القافلة المتنقلة على اعتبار التكاملية في منظومة عمل هذا الصندوق الذي بات يمثل الرافد الأساسي لمشاريع الشباب وتطلعاتهم المستقبلية. عبر هذا الفرع المتنقل يسعى القائمون على صندوق الرفد إلى إيصال رسالة الصندوق إلى الشباب العماني الطامح في فتح المشاريع الصغيرة والمتوسطة. عبد الله بن عامر الويهي، ولاية الرستاق، محافظة جنوب الباطنة. أكثر من 616 مليون ريال عماني قيمة المشاريع التي أسندها مجلس المناقصات خلال النصف الأول من العام الجاري، وجاءت مشاريع الطرق في مقدمة القطاعات الأعلى من حيث القيمة، إذ أن أبرز المشروعات الرئيسية التي تم إسنادها تمثلت في المرحلة الثانية من مشروع ازدواجية طريق بدبد صور بتكلفة بلغت نحو 189 مليون ريال عماني. كما تم إسناد مشروع إجراء إضافات وتحسينات على طريق خصب تيبات الساحلي بمحافظة مسندم بنحو 42 مليون ريال عماني، وازدواجية طريق طاقة مرباط بمحافظة ظفار بتكلفة بلغت نحو 40 مليون ريال عماني. شهد مطار مسقط الدولي وصلالة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي حركة ارتفاع في مستوى حركة المسافرين والشحن الجوي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وذكرت الإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني أن عدد المسافرين الذين عبروا مطار مسقط الدولي بما فيهم المحولين ارتفع خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث تجاوز عددهم 4,400,000 مسافر. وأوضحت الإحصائيات أن عدد المسافرين القادمين عبر مطار مسقط الدولي قد وصل عددهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بنسبة زيادة قدرها 7%، كما ارتفع عدد المسافرين المغادرين عبر المطار بنسبة 9%. وفي حركة الشحن الجوي بمطار مسقط أشارت الإحصائيات إلى ارتفاع في إجمالي الشحن الصادر والوارد بنسبة 5% نهاية شهر يونيو من العام الحالي. وشهدت حركة المسافرين في مطار صلالة بنهاية شهر يونيو الماضي ارتفاعا بنسبة 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما سجلت حركة الشحن الوارد والصادر خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي انخفاضا قدره 8%. كشف المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في أول بيانات إحصائية عن زوار خريف صلالة للعام الحالي بلغ زوار محافظة ظفار شاملا العمانيين خلال الفترة من 21 من شهر يونيو الماضي إلى 16 من يوليو الجاري بلغ 31,128 زائرا من مختلف بلدان العالم. وأوضحت الإحصائيات أن الغالبية العظمى من زوار المحافظة حسب الجنسيات هم من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. وكان المركز الوطني للإحصاء والمعلومات قد استحدث جهاز منصة العد الذاتي هذا العام، وهو جهاز يستخدم لأول مرة في عمليات حصر زوار خريف صلالة بمطاري مسقط وصلالة، بالإضافة إلى وجود عدد من الباحثين في المطارين. في مشهد اجتماعي حميم يجتمع أهالي قرية عباد بولاية صور لتناول وجبة الإفطار كأحد مفردات التآخي والتآلف فيما بينهم. كما يواصل الأهالي إقامة الملتقى الثقافي السابع في شهر رمضان المبارك وسط فعاليات ومناشط متنوعة. التقرير التالي ينقلنا إلى هذه القرية الجبلية التي تتميز بجبالها الشاهقة وأشجار النخيل الباسقة. في طريقنا الجبلي إلى قرية عباد بولاية صور تطل علينا ملامح القرية العمانية الجميلة التي تحيطها الجبال وتحتضنها أشجار النخيل، يتوسطها واد يمتد على طول قرى واد المنقال. صورة جميلة من التآلف والتراحم والتكاتف يعكسها أهالي قرية عباد في مشهد اجتماعي تحفه روح الأخوة الصادقة في إفطار جماعي يبعث في النفس حب التعاون والإخاء.
قرية أبات قرية جبلية كما لاحظتوا، وعدد سكانها قرابة 800 نسمة، وهي من القرى الجبلية والتي تشتهر بالمحاصيل الزراعية. بها فلق واحد وهو فلق أبو طلقة، وطبعا يسقي هذه المزارع بأكملها من بدايته إلى نهايته. أمسية إنشادية بثت ألحانها في أرجاء القرية بالكلمة المعبرة ولحنها الشجي، ومسابقات ثقافية وبرامج متنوعة وأنشطة رياضية احتضنها الملتقى الثقافي السابع. هذا هو الملتقى الرمضاني السابع في قرية عبات التابعة لولاية صور، وبحمد الله وتوفيقه نحن على مدار 7 سنوات أو أكثر تواصلنا مع هذه الفعاليات الرمضانية، وهي تشتمل على برامج ثقافية ودينية ورياضية. هذه ليست المشاركة الأولى معهم، فكنا على طوال يعني الخيمة الرمضانية منذ بدايتها، ونحن الحمد لله مشاركين مع الشباب، عسى ولو نقدم شيء بسيط. يعني المشاركة الحمد لله اليوم عبارة عن قصائد في الشعر الفصيح، والحمد لله يعني قدمنا ما يرضي الجمهور، ونتمنى للأخوان هنا في هذه القرية التوفيق والنجاح وإلى مزيد من الفعاليات بإذن الله. هذه الصورة الجمالية تعكس طابع الحياة الاجتماعية والمشاهد الروحانية التي يعيشها أهالي هذه القرية، يمارسون مواهبهم وإبداعاتهم الفنية والثقافية والرياضية استغلالا لليالي الرمضانية في هذا الشهر الفضيل. أحمد بن محمد المعمري من قرية عبات بولاية صور محافظة جنوب الشرقية. وفي ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصدر 3 مراسيم سلطانية سامية. مقتل جنود إسرائيليين في هجومين منفصلين لكتائب القسام، والقصف الإسرائيلي يحصد العائلات في غزة. ثلاثون قتيلا وعشرات الجرحى في سلسلة هجمات متفرقة تشهدها العاصمة العراقية بغداد. نترككم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا وإلى آخر الأحوال الجوية. ونبدأ بمعلومة اليوم وهي عن استمطار السحب، إطلاق مواد تعمل كلويات للتكاثف ولتحفيز قطيرات الماء داخل السحب على التكون والنمو والتجمع لمستويات عالية. طبعا تختلف هذه المواد وفقا لعملية الاستمطار، يستخدم يوديد الفضة والثلج الجاف. بالنسبة ل العملية التقليدية التي تتم عن طريق إلقاء هذه المواد من قمة السحابة بواسطة طائرات، أو أيضا تستخدم بعض الأملاح الطبيعية مثل ملح الطعام في العمليات الاسترطابية، والتي تتم عن طريق إطلاق هذه المواد من قاعدة السحابة وأيضا عن طريق
طائرات أو مولدات خاصة، ويتوقف نجاح هذه التقنية على نوعية السحب ومدى استجابتها لهذه المواد المحفزة، وأيضا على الطبيعة الجغرافية والتضاريس في المنطقة التي تطبق فيها عمليات الاستمطار. إذن مباشرة لآخر صور الأقمار الاصطناعية، مثلما لاحظنا تدفق بعض السحب العالية ومتوسطة الارتفاع نحو أجواء السلطنة وبالأخص نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر العرب، بالإضافة إلى تكون السحب المحلية الممطرة على جبال الحجر مثلما تلاحظون هنا خلال فترة ما بعد الظهيرة، ويتوقع أن تكون أكثر نشاطا خلال اليومين القادمين بمشيئة الله. حركة الرياح للنهار القادم على ظفار والوسطى تكون جنوبية شرقية بين 15 و20 عقدة، وتبقى رياح جنوبية غربية نشطة على السواحل. البحر هائج الموج ويصل أقصى ارتفاع له 4 أمتار ورطوبة نسبية بين 80 و95%. شمالا في محافظة مسندم تبقى الرياح أيضا شمالية شرقية 15 عقدة، وتكون شرقية شرق المحافظة. البحر هادي إلى متوسط الموج ويصل أقصى ارتفاع له 2 متر. بالنسبة لبحر عمان أيضا الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية تصل حتى إلى 20 عقدة في العمق، والبحر هادي إلى متوسط الموج ويصل أقصى ارتفاع له 1.5 متر، والرطوبة النسبية بين 75 و90%. إذن رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية في مسقط، قد تشاهد بعض السحب خلال فترة الصباح، و36 درجة مئوية حول منتصف الأربعينات هنا في جبال جنوب الباطنة في الرستاق، وبعض السحب المحلية في صحار 35 درجة مئوية أيضا. بعض السحب المنخفضة قد تشاهد خلال ساعات الصباح الأولى، وفي خصب 41 درجة مئوية مع استقرار في الأجواء. إبرة فرص لبعض الأمطار المحلية خلال فترة ما بعد الظهيرة، ودرجة الحرارة تبقى حول منتصف الأربعينات وقد تتجاوز هنا في نزوة جبل شمس 20 درجة، وفي عبري 46 درجة مئوية، وكذلك هو الحال هنا في البريمي مع احتمال مشاهدة بعض السحب المحلية خلال فترة المساء. صلالة استمرار تساقط الرذاذ 28 درجة مئوية، 40 درجة هنا في ثمريت، و47 درجة هنا في هيمة، والأجواء مشمسة ولكن ينتظر أن تتغير حركة الرياح وبالتالي تهدأ درجات الحرارة قليلا في مصيرة 35 درجة مئوية مع بعض السحب المنخفضة أيضا أو بعض السحب العابرة أحيانا. الأشخرة الجميلة أيضا 33 درجة مئوية، وفي صور 41 درجة مئوية مع احتمال تواجد بعض السحب على المرتفعات الجبلية خلال فترة ما بعد الظهيرة. نتمنى إذن أمطار خير وبركة بمشيئة الله، أجواء طيبة نتمناها لكم دائما. شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء.